موقفي واضح وصريح، وانا مع استمرار زيزو ايا كانت الاغراءات. ده رايي. ممكن مثلا فراج يبقى ليه راي انه طب ما لو هيدخل 5 6 مليون دولار للنادي في ظل الازمات فنحاول نبدا. بس هرد عليك بكلام عبد اللطيف لما قال لك في لعيبه من عندنا مشيت مش سهل الطعام، وقعدنا سنين عشان نجيب لعيبه ثانيه تحاول تسد خانه وخسرنا فلوس. مين افضل لعيب في نادي الزمالك اخر 5 سنين ارقامه مش ثابته، ارقامه طالعه اساندنج من تحت لفوق؟ زيزو. مين بالتاكيد زيزو. مين ساهم في انك تاخد دوري وكاس مرتين ورا بعض؟ اكيد اكيد عنصر مهم. مكان 50-60% من الشق الهجومي. أنا فاهم. مين ساهم بشكل كبير جدا باسيستات بركلات جزاء باهداف انك تاخد كونفدراليه؟ انا مش مختلف معاك على فكره يا مين، احنا بنتكلم بس ان فكره ان اللاعب ده مرتبط بتعاقد وفي صيغه احترافيه بين الطرفين، وفي النهارده بما اننا بنتكلم بالتواريخ وبالورقه وبالقلم، النهارده بنتكلم في نص اغسطس، في بدايه يناير المقبل لوائحيا، انا ما بتكلمش في اي حاجه ثانيه، لوائحيا زيزو يحق له التفاوض مع اي نادي والتوقيع فري في نهايه الموسم بشكل فري. فلازم الحسابات دي كلها تكون موجوده. احنا ما بنقولش ده، ساعتها هنبقى مستنيين رغبه اللاعب، ساعتها هنبقى مستنيين رغبه اللاعب وهتبقى ازمه في التفاوض. ما عشان كده انا كنت عايز اقول لك النقطه، عايز الفكره بكل صراحه ووضوح شديد، ما ينفعش تستغنى عن زيزو في التوقيت الحالي نهائيا. ليه؟ لان انا قلت لك انت مقبل على سوبر افريقي، والسوبر الافريقي مهم جدا 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 للزمالك ولمجلس الاداره المتواجد الحالي. ليه؟ لان انت هتبني عليه، فانت محتاج العناصر كلها اللي تبني عليها. فعشان كده بقول لك لازم يبقى في قاعده، القاعده توصل لحلول وسط. انت قبل ما تفكر انت تبيعه او تستغني عنه او ايا كان المسمى، لازم تكون حاضر بالبديل. هل في معلومات عندك؟ لا انا بقول لك لازم تكون حاضر بالبديل. لا بسال عامه، في معلومات عندك على طول؟ لا ما فيش معلومات عندي، لان هو لسه هيبقى في جلسه. شفت التصريح او البوست بتاع استاذ احمد سالم؟ طبعا شفته على فيسبوك، وطلع وقال انه نيه مجلس اداره نادي الزمالك هو التفاوض مع زيزو ووالده لاستمرار. النيه موجوده وانا سالتك، بس لو اللاعب عنده يعني كده المجلس الاداره عايزه يقعد، بس لو اللاعب عنده رغبه ان هو يامن مستقبله زي ما انا قلت لك، لازم توصل لحلول وسط. الحلول الوسط زي ايه؟ الحلول الوسط ان هو لازم يكمل الفتره دي، مرعبه يعني، انت حضرتك لازم يكمل الفتره دي ويحصل تجديد عقد، ولو في فرصه مناسبه بعد الفتره دي، بعد ما الفتره دي تعدي اللي فيها بقى انت عندك سوبر افريقي وسوبر مصري وعندك دور المجموعات كله بتاع الكونفدراليه الفتره القادمه دي، تكون انت بقى حددت البديل بتاعه اللي هو طبعا مش موجود. انا بقول لك هو ملوش بديل، بس انا بتكلم في المفروض الشغل اللي يحصل تتحدد بديله وتبقى انت جايبه، ممكن يبقى وقتها لما انت تجدد وتطلع يبقى الزمالك استفاد ماديا، الزمالك استفاد من اللاعب فنيا، وهو كمان لا هو ملوش بجد بديل حتى فريق منافس. يعني فريق منافس فتره كنا بنسمع عن تفاوضات مع زيزو والاشاعات، حتى يعني بتكلم على انديه مثلا القمه في زمالك، اهلي، بيراميدز، مودرن سبورت او مودرن فيوتشر، مفيش فيهم لعيب. لو جبت لاعب اجنبي هتدفع فيه كام؟ رقم كبير طبعا. وهتدفع للنادي كام؟ مرتبه كام؟ انت بتتكلم يعني اخد من هنا احط هنا؟ طب ولسه هجرب والنتائج مش مضمونه طبعا. ايوه لسه هجرب، ان انت هتجرب ولسه مش ضامن. فعشان كده بقول لك التوقيت الحالي زي ما هو قال كده، النتائج مش مضمونه، فانت ما ينفعش تغامر قبل السوبر الافريقي، ما ينفعش، صعب، هتبقى ريسك كبير، ما ينفعش. واظن انا اظن يعني دي مش معلومه بس انا بتكلم وجهه نظري، زيزو لازم يبقى متفهم النقطه دي. الموضوع قبل السوبر افريقي صعب جدا، والجماهير نفسها مش هتتكلم شهر اقل 27 9 السوبر افريقي يعني بتتكلم يعني النهارده يعني شهر. انا ليه بقول شهر؟ لان انت هتبدا كمان الكونفدراليه 15 سبتمبر بالظبط، فخلاص ما فيش فرصه. وانت السنه اللي فاتت احنا كنا مع بعض وقعدنا نعافر قدام صور الغيم يعني اللي بتتكلم ما تفكرنيش بيها يعني انت بتتكلم في 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 ارتا سولر وصور الغيني وكانت قصه حزينه. صحيح ارتا سولر في دور، فانت لازم تكون محدد انت ناوي تعمل ايه. ولو في نيه خلاص يعني زي ما انت بتقول الموضوع كله ممكن في يناير زي ما عبد الحميد قال نوصل لمرحله ان هو يمضي بره، وقتها المجلس هيبقى الموضوع صعب، انت ما استفدتش منه ماديا. فدي دي في وجهات نظر بتقول كده، عشان كده بقول لك لازم الموضوع يحسم في التوقيت الحالي وتوصل لحلول وسط، لان زيزو يمتلك
يعني زي ما بنقول كده مسيرة مع نادي الزمالك. لازم حتى الشباك في نادي الزمالك يعني هو جمهور الزمالك زيزو بالظبط. يعني فهو رحيله صعب وتعويض المبالغ يعني لازم يبقى في زي ما بنقول كده في حلول وسط للموضوع توصل لحلول وسط. شايف مع الاقرب ايه؟ مع انا شايف معلومة؟ لازم الناس المحبين. انت عندك معلومه بالاقرب ولا ما عندكش اي معلومه الاقرب؟ انا لا انا ما عنديش معلومه طبعا لان انا ما اعرفش اللي بيدور في خصوصا والد زيزو. انا ما اعرفش اللي بيدور في دماغه لان هو وكيل اعماله وهو والده في نفس الوقت وهو اللي بيشتغل للموضوع كله. فانا ما اعرفش اللي بيدور في دماغه بس انا بقول انا اتمنى حتى المحبين للنادي يتدخلوا في الموضوع ويشوف حلول وسط ترضي جميع الاطراف لان رحيل زيزو في التوقيت الحالي مستحيل.